بسم الله الرحمن الرحيم. لدينا تلفاز إيريس 32 بوصة، هذا هو موديل تلفاز 32 أو 36. العطل الظاهر هو يشتغل التلفاز وليد الأحمر، عندما نضغط على زر الريموت يفتح يصبح أخضر ويشتغل. هنا أنا قالب التلفاز كما تلاحظون إيريسات تظهر وتختفي. العطل الظاهر هو عطل للذات، لكن سنرى. هذا بعد الفتح، هذه يحتوي على كارت واحدة. إذا تبعت دائرة البوست كونفرت للذات وجدتها لا تخرج فولتيات، بعد تبعت كنت أشك أن فيها المشكل. تتبعت بعض المكونات هنا ولم يظهر لي أي عطل فيها. جربت أن نزعت هذا كما تلاحظ، هذا مصفات كنت أشك فيها وجدته جيد، كذلك بعض المقاومات كلها جيدة، ويبدو أن المشكل من اللدات. هذا فحص جيد، وجدت المشكل من اللدات، فنزعت الشاشة واستخرجت اللي أرى موديل للذات. وهذا هو الموديل الذي اقتنيته، فيه ثلاث مساطر وتمن للذات. هذا هو السوكت، فيه 8 من للذات 3 فولت، سوف نركبها إن شاء الله. هذه هي اللدات بعد التركيب، لدات جديدة. هذه هي اللدات المعطوبة، والآن إن شاء الله نجرب. أولد الأحمر يكون أخضر ثم يصبح أحمر كما تلاحظون. هذه هي اللدات اشتغلت كما تلاحظون كلها، والعطل كان بها. وجدت المسطرة السفلى لد لا يشتغل، في المسطرة السفلى لد واحد، لكن لا بد أن نستبدل كل اللدات. هذا هو التلفاز بعد تجميعه. كما تلاحظون يشتغل عادي. هذا هو ميني التلفاز. وضعت خلفية الإضاءة في وضع متوسط لكي يزيد في عمر اللدات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.